هلا، بدنا نكتب كلاس اللي تنفذ هذول الانستراكشن. اولا بنروح على هذول، بدنا نعرف الكلاس. الكلاس شو اسمها؟ تايب، فيها كم داتا ممبر برايفت اللي هم تو، شكلهم انتجر، سو برايفت انت اكس انت اكس واي. نستخدم الممبر انيشاليزنج ليست اند كونستراكتور، سو بابليك كونستراكتور از هاز نو ريتيرن داتا تايب، سو تايب انت اي انت بي. وبعدين بنحط هنا الممبر انيشاليزنج ليست اي اكس تساوي اي، بس بنحط مرتين هون كولن، وبعدين فاصلة اكس بي، وبعدين بنحط الاقواس هذول زي هيك. هسه بنروح نكتب، هاي خلقنا هذول، نحط الاوت. ما فيش داعي للاوت، نحط هاي الفانكشن اللي هي اوبريتر اوفرلودنج. بتلاحظ ان الاف 4 تاخذ انتجر فقط، لازم نعيد الفولس اور ترو اور فولس، او بنعيد انت، او بنحطها بوليان اذا بدك، بنعيد انت اوبريتر طبعا اللي هو less than، وهذا باينري اوبريتر بمعنى اخر انه هذا المستدعى اكس اي وهذا اللي بنعيده، صح، اللي بنعديه. هذا الاكس بي بنصفي هون، نكتب زي ما هو تايب اكس بي، بعدين نفتح البادي للفانكشن، نكتب اف اكس this x less than x b dot x and f this y less than x b that y less than true. Return true. Else below one. Else return false. وهذا نحطها بول ولا بولين؟ بول هو بول، بنجرب بول. يعني كتب بول، نشوف اذا هي تشتغل. اوكي، بس ال نعمل رن ونشوف. كورس نحط فاصلة مضبوطة هون، المفروض الكمبايلر حطها بس ما بحطها، وانا شفيع ان غلطة تايب انت انت بي اكس بي شو multiple initialization given for type انت اكس اي اكس اي او اي واي بي سوري ران وين صار هون اف اكس A less than XB see out true no match operator other on type on type and type I have the read there or end hop on a return one return zero. نعمل run. شو الغلطة اللي عندنا؟
وين فتر اف زيرو لو اس اف زيرو كان زيرو وهل وهل هسه اشتغلت صار الترمينال صار شو راح نطبع الترمينال وين المين هي سيارة ترو ستطبع واحد which is true okay معناته الثلاث الهاي well نعمل اشي ثاني نفرض ان غيرناه الى not equal operator زي هيك فنروح نعمل زي هيك not equal هون الاوبريتر بنغيره الى not equal بعدين this dot x this x not equal نغير شروط داخلها و and مع هذا الاوبريتر not equal وبعدين نعمل run so it will be false so نحط هنا مثلا هاي زي هيك else else see out false اللي هي zero بما انهم not equal نعمل run لازم تطبع false هي طبعت واحد لو ايش طبعت واحد if x less than بنغير هاي الى not equal اوكي والاستدعاء هذا بنروح الى not equal هون بالاوبريتر اسم الاوبريتر زي هيك بنروح نعمل run واحد كمان well is it true because they are not equal okay هون بنحط else see out false اوكي هسه حطيناهم ايكوال تطلع فولس بنغير هاي الى زي هيك وهاي بنغيرها كمان الى ايكوال ايكوال اوبريتر وهاي بنغيرها داخل فانكشن ايكوال ايكوال يعني احنا بنشتغل على الداتا ممبرز او على الاعضاء مش على الاوبجكت الكل بنقسمه فنشوف ونعمل ران else false and how to my column on واسه لازم تطبع زيرو لان فعلا not equal هي زيرو اطبعها اوكي سؤال اللي بدك تلاحظه انه ان هذول هون لما نعمل هاي الاوبريتر نعرف شو لازم تعيد هاي يعني 0 و 1 لان الاف ما بتاخذ 0 و 1 لما تستدعي اولا هون على هذا الاوبريتر لازم نحطه لما هو موجود بصير ايرور هذا الأوبجكت اللي بنعديه اللي هو على الشمال هذا اللي هون وهذا الأوبجكت اللي يستدعي فبالتالي
التالي هو اللي هون بس، فهون بس وهون الأوبجكت اللي عديناه، لأنه هاي باينري أوبريتورز. سو يعني for binary operators we have to have proper node for binary operators we have to have object that calls an object that is طبعا شو معنى that is that is passed. So XA is the calling object or the current object and XB is the past object. الثنائي إن واحد هذا من الثنائي يعني بيقارن two objects، فهون عندك هذا الأوبجكت اللي يسمي هذا الأوبجكت اللي إيش؟ بنعديه، فهون ممكن نكتب هاي زي هيك، بس انه هاي الانستركشن XA dot operator equal equal وبعدين XB، فهي نفس الاشي لو حطينا cout راح تطلع zero cout زي هيك، عملنا run هاي zero zero. اوكي هاي الاستدعاء اللي هون، هذا الاستدعاء هو زي هذا الاستدعاء ما عدا ان الكمبارر eventually بيحول هذا الاستدعاء. اوكي نفس الآلية لانه بده عنوان الفانكشن، يعني وين ما بشوف هاي بحولها لهاي حتى يستدعي المكان لهذا الفانكشن، وين ببلش الكود لها. نقدر نطبع زي هيك cout xa plus I mean equal equal xb. أنا مران وأشوف الأوتبوت. Oops, didn't like it. Type XA error no match for operator. فكيف نحل هاي؟ لو عملناها زي هيك بين أقواس ايش راح يصير؟ لأنه فكر استدعاء، بنروح نعمل زي هيك run وبشوف هاي اشتغل، بس لأنه شافها كإكسبريشن. ونقدر نخلق أوبجكت مثلا تايب أوت نسميه أوت في زيرو زيرو، وبدنا نعمل زي هيك أوت شيفت أوبريتر. شو هذا؟ شيفت اوبريتر اكس اي، بدنا نطبع اكس اي. فبدنا هسه نعمل اوفرلودنج لهذا الاوبجكت لانه هذا المستدعي، يعني نعمل اوفرلودنج لهذا الاوبريتر. تروح لهون شو لازم يعيد؟ مو ضروري يعيد شيء، بس انه يطبع. صار حط بي اوت اوبريتر شيفت تايب طبعا اسم الكلاس اللي بنجي بنعدي بنسمي مثلا بي اكس بي، وبنروح لهون
نحكي سي أوت بي دات أوت نوت بي دات أوت بي دات إكس أوبس روح شيفت نحط فاصلة بعدين كمان شيفت ونحط v dot y and y. اوكي فهسه بروح نحط كمان end line فنعمل end line جديد end line نعمل run بنشوف اذا هي تنفذت. well v dot x v dot y V was not declared. وين احنا الاوبجكت اللي عملناه هون فهاي بنسميها V اللي عدينا run وهسه هي واحد اثنين طبعا اوكي الشيفت اوبريتر استدعاء هاي الفانكشن اللي هي out هذا الأوبجكت اسمه أوت عندنا هون هذا الأوبجكت اللي يستدعي هذا الأوبجكت اللي نطبعه ف إكس أي دات بنعدي الإكس أي بالصفي ب بي وهسه نطبع. طب لو بدنا نعمل كاسكيدينج شو بنعمل؟ نغير هاي إلى تايب ونطبع مرتين زي هيك out xa ونطبع out كمان مرة ونطبع xa كمان مرة ولا xb اوكي فهسه بصير عندنا لازم نعيد object لأن الأوبجكت اللي بالقلال زي cascading يعني cascaded function calls هذول cascaded function calls فايش صار عندنا بالنهاية بتعيد object هذا الobject اللي عادته بصير الobject الجديد اللي يستدعي هاي اوكي اللي يستدعي الميثود كمان مرة من هون هيك او whatever object بنعيد فلازم نعيد object اذا نروح نكتب هون return this او this لازم تكون reference ولا فيش arrow هاي reference ونحط هون reference من the ampersand فنروح نعمل run فنشوف كم مرة طبعنا هاي طبعنا 0 0 بعدين طبعنا 3 4 اللي هي هاي الأوبجكت إكس بي تلاحظ هاي هون ونقدر نعمل كاسكيدد قد ما بدنا بس نوفي الشروط وشو بنعيد ريفرنس بوينتر أو فاليو كاسكيدنج ريكوير بنعيد أوبجكت سواء كان ريفرنس أو بوينتر أو أي أوبجكت اوكي بس الدس ما بنقدر نعيده الا كرفرنس او كبوينتر فبهاي الحاله ممكن بنروي هاي نعمل زي هيك اوبجكت جديد الاوبجكت الجديد بنسميه بنعيد بي بس بي ما بنغير فاليو هون فبنعيد بي كرفرنس بضل شغال انا مش رفرنس كاوبجكت ونعمل run هاي اللي هو معلنا فنعمل run او لعين واحد جديد هون اوكي فنروح نعمل run وبنشوف هاي اشتغلت هاي عندنا ثلاث حالات بنعيد يا اما رفرنس يا اما بوينتر يا اما just object شكرا.
إذا الأوبريتر بدنا نعمل بس اختار الأوبريتر حطه بالفانكشن قرر شو بعيد هاي الفانكشن شو بتعيد وشو بتوقف إذا يونالي ما بتوقف لأنه بيشتغل على نفسه إذا إيش بسميه باينري لازم نعدي له إشي بالباينري لأنه تو أوبجكت بيشتغل على تو أوبجكت اللي بنعديه زائد الأوبجكت اللي على الشمال اللي بيستدعي شكرا.